بس واضح ان كابتن الديبه ده حاجه ما اتكلمنا اكتر عنه برضه. كابتن ديبه ده ليه قصه جميله يعني وواقعه. اول مره جول والتاني اربعه. اربع تجوان ورا بعض. بتتكلم في حد مش سهل ابدا. ده مش احرز هاتريك، ده احرز سوبر هاتريك، وده اول لعيب في اول بطوله يعمل حاجه زي كده، وده التاريخ بيقول. كابتن ديبه لاعب الاتحاد العظيم اللي كان اصلا بعد كده بقى حكم دولي، وليه قصه شهيره قوي ماتش الاهلي والزمالك. ايه اللي حصل؟ كابتن مروان وكان بيحكم الاهلي والزمالك، وكابتن مرتضى هياخد الكوره، وطبعا الحارس جوه منطقه الجزاء بديل حمايه كامله، بيجي ياخد الكوره رجليه بيبقى عامله كده ورافع رجليه وماسك عشان ايه نفسه. فاشترك معاه نادي لعيب نادي الزمالك فوقع، فقال لك الحكم راح ضربه جزاء حسبها، حصل ضربه طوب، جمهور الزمالك اضرب في الامن، نزل الجمهور الناديين، المباراه باظت 71-70. يعني يمكن تاريخ ده مرتبط بكابتن الديب من اربع اهداف والفرقه الكبيره دي الاتحاد، وبالماتش اللي اتلغى والماتش ما اتلعبش في الماتش ده. دي حادثه من الاولى من نوعها، متهيألي ما اتكررتش. ما حصلتش يعني، ما حصلتش. لا ما حصل بقى انسحاب بعد كده. كابتن فاروق جعفر وكابتن ايمن عبد العزيز لما دخل كابتن ابراهيم الموضوع تاني حسن، وفي اول ربع ساعه الحكم اشهر الطرد عشان ده كان قانون ضرب من الخلف، فاتلغى الماتش. كان اكتر من لو كنا بقى على اتلغى كتير في كتير. لكن انا جبت بتكلم على كابتن الديبه. أيوة. القيمه والقامه والتاريخ كلاعب كحكم ها ككابتن في نادي مصر ده في بطوله 57.